خلونا نتكلم بالتفصيل أكثر، وبينضم إلينا هاتفيا دكتور مجدي شاكر الخبير الأثري. دكتور مجدي صباح الخير على حضرتك وأهلا بك في هذا الصباح. صباح الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدين حضرتك. أهلا بحضرتك. مميزات ومكانة الحلي في الحضارة المصرية القديمة. الزيارة دايما بتقاس الأمم ويقاس الأشخاص بملابسهم، يعني الإنسان بيعرف شياكته من أو بيعرف شكله من خلال الملابس بتاعته والحلي بتاعته. المصري القديم منذ أوائل زي ما كان راقي في الدين وكان راقي في الفكر وكان راقي في كل المظاهر الحضارية، فكان لابد أن يكون راقيا في فكرة كمان فكرة الزينة. حضرتك استقرار الإنسان المصري في لأنه وجود عنده أرض زراعية خصبة ومناخ معتدل خلى عنده استقرار نفسي، فلما كان عنده استقرار اقتصادي واستقرار سياسي بقى عنده كمان استقرار في وجود الزينة. والزينة لم تقتصر في مصر القديمة على النساء فقط ولكنها امتدت للرجال، ولم تقتصر فقط على الحياة الدنيا ولكنها انتقلت كمان في الحياة الأخرى. من عصور ما قبل التاريخ يمكن من حوالي 150 ألف سنة كان المصر القديم كان بيبدأ ياخد بعض عظام الحيوانات، كان بياخد ريش النعام، كان بياخد بيض النعام كمان ويبدأ يعمل منه مجموعة من العقود ويبدأ يتزين بيها، فكان ريش النعام بالنسبة له شيء مهم جدا وقشور نعام، وكان يجيب العظام والأحجار البسيطة ويعمل منها عقود في كل مراحله. ثم بعد كده بدأت تتطور أو تظهر ما فكرة المعادن، فبدأ يجيب الذهب والفضة كان عنده قليلة بعض الشيء، وكان يجيب الزمرد، وكان كمان لما بيختار الأدوات الزينة بتاعته كان بيختار لها ألوانها، لأن كانت كل زينة أو كل أداة زينة كانت لها لون، اللون بتاعها بيكون مؤثر بالنسبة له، زي لون الزمرد بالنسبة له كان لون مهم جدا جدا، لون الأزرق اللي هو لون السماء بالنسبة له كان مرتبط بالحظ، اللون الأخضر كان مرتبط بالبعث والخلود، اللون الأسود مرتبط بالأرض، فكان كل اللون الأحمر مرتبط باتقاء الشرور. وبالتالي كان حتى فكرة إن كمان الزينة مش مقتصرة فقط إن هو يعمل زينة جميلة، ولكن كانت زينة بتمتد كمان لفكرة اللون. وكان دايما اللي بيشتغلوا في مجال الزينة وصنع أدوات الزينة كان دايما بيبقى موجود فيها الأقزام. ليش معنى الأقزام؟ قال لأن القزم بيبقى عنده مهارتين، أولا بيبقى حجم إيده قليل ومعروف إن بيدخل في الصناعة اليدوية، الإيد الصغيرة محتاجة يعني زي ما بيقولوا هاند ميد. تاني حاجة إن هو لو حالة إن هو لو تم سرقة وبيبقى بطيء الحركة شوية، وبالتالي مش سهل ان حضرتك ايه ان هو يتم الايه القبض عليه او اهداره. وبالتالي كان هناك لقينا في كل المعابد لقينا في كل الاماكن ما يسمى بورش الايه بورش الزينه، كان بيدخل الذهب يعني يوزن حجمه الاول قبل الصناعه وبعدين يبدا يخش الورشه، كانوا بيصوروا بالطرق العاديه اللي هي بالنفخ، كان يجيبوا فكره الانابيب ويبداوا ينفخوا فيها لغايه ما يوصل لمرحله انصهار ثم يبدا يصبوه. وان دل على ذلك او اكبر دليل على ذلك حضرتك هتبصي على فكره ما عندنا في متاحفنا، ويمكن ابرز حاجه عندنا ادوات الزينه بتاع الملك سيد عنخ امون، شوف عندنا يعني كل شيء، وكان عندهم ادوات زينه بكل الجسم، يعني كان في الرجل يحط الخلخال، في الوسط يحط اللي يحط فكره الحزام، في على الصدر يحط حاجه صدريه، على الراس يحط الشعر المستعار اللي هو الخرز والتيجان، وبالتالي كل انواع حتى طبقه الفقراء كانت برضه بتتزين بادوات زينه، ولكن زي ما بيسموها ادوات زينه بلغتنا المصريه عيره، بمعنى زي ما احنا بنسمي الذهب العادي والذهب الصيني. فكان يجيبوا بعض يعني المعادن اللي هي اقل قيمه ويبداوا يلولوها باللون الاصفر لون الذهب بحيث تعطي انطباع ان هي نفس الشكل. وكان هناك فرق بين الزينه الحياتيه والزينه دي وزينه الاخره، فالزينه الحياتيه لابد ان تكون زي ما بيقولوا متظبط يعني مقاسه مظبوطه على اللبس، اما في الحياه الاخرى فممكن ادوات الزينه تبقى يعني مجرد شكل وفي نفس الوقت ما تكونش مظبوطه جدا لان هي مش هترتدي. وبالتالي كان المصري القديم في كل مراحل حياته ومماته كان مهتم بفكره الزينه والتزين. وحضرتك نتمنى ان يكون عندنا في مصر متحف لادوات الزينه عشان تعرفي كيف كان جدتك منذ الاف السنوات تستعمل كل ادوات المكياج. ويمكن امبارح في مقبره رقم 280 في دير المدينه لقينا فيها يعني حاجه ما يسمى بالرصه، ودي يمكن حضرتك اكيد كسيده عارفاها اللي هي بتعمل اكتر من جدايل كانت عاملاها. فمعظم السيدات لما عرضنا هذه الصوره استغربوا كيف من الاف السنوات تتوصل هذه المراه ان هي تعمل هذا الموضوع. وبالتالي ان دل على شيء المراه المصريه كانت من يعني معروف الحضاره المصريه لما جه ضد مصر قال ان اكثر شعوب العالم تجملا وتدينا ونظافه هم المصريين، انه كان يعني الزينه والازياء في مصر القديمه ما زالت بتلهم مصممي الازياء حتى الان. دكتور مجدي كان في العالمين الجديد احنا كان عندنا من اسبوع صحيح مايكل سينكو كان عامل لنا عرض مهم، لذلك نتمنى يعني في افلامنا نتمنى في حفلاتنا نتمنى في المكتوب وفي المنتديات الدوليه لما نروح اي يعني اي محفل دولي نتمنى من اولادنا ان هم دايما يكونوا ارتدائهم يعني بضاء اشاره. وزي ما قال المتحدث السابق قال ان هم بيدرسوا بره التاريخ الفرعوني وبالتالي بيتمنى يروه، فاحنا نتمنى برضه ان برامج تعليمنا كمان ده الموضوع، نتمنى ان كليات الفنون التطبيقيه والجميله تدرس موضوع فكره الازياء فكره التزين. بيوت التجميل كلها فندم ده يمكن يعني الناس اللي ما تعرفوش ان ما زالت بيوت الناس اللي هي بتشتغلوا في مجال المجوهرات بياخدوا موتيفات من الفن المصري القديم وبيحطوها في شغلهم. كمان عندنا مش فكره حتى فكره عندنا احنا منتده حتى الان فكره المصريين فكره ان احنا نتزين بفكره الايه حمايه من الحسد وفكره الالوان. احنا ما زلنا حتى الان بناخد الخرزه الزرقاء
واحنا بنقول تطرد الحسد. فهم كان عندهم برضو كل تميئة وكل شيء عندهم كان فكرة طرد الأرواح الشريرة وجرب الحظ. فارتباط الدنيا يعني الدين عندهم كان متدخل في كل شيء حتى في فكرة أدواء الزينة. ولذلك نتمنى استغلال هذا الموضوع وان احنا نبين نعم يا دكتور المكياج والمقاب والزينة وكل المراحل في الحياة بالنسبة لمصر القديم. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور مجدي شاكر الخبير الأثري.